قالوا والله انك حرامي تعبان قسما بالله يا ولد. اذا سرقت اسرق جمل تسرق العقال. ابوي انت اللي تعبان، انا ابو عقال الشيخ عشان مخيطينه بالذهب، وانت ما تعرف الشيء ذا. عقال مخيط بالذهب؟ ايوه. لا يا ابوي انا على كده اعمل لي بازان صوب. انا اللي جاب من الحارة. انا في هرجة كبيرة حصير بالحارة، والله هرجة كبيرة. لا ما أقول لك، أول شيء يعطيني الحلاوة عشان أعطيك أخبار وأقول لك أشياء كثير وأسرار وفضايح. والله إيه، بس أعطيني أول شيء. يا الله نبينا حبيتي من زمان ما عجبني. أخلص وأعطيني الهرجة يا سراج، صوتك واصل لأغلى الحال. طيب في اثنين قاعدين يتودودوا وقاعدين يتوشوشوا وقاعدين يتفقوا انه يسرقوا العقال حق الشيخ عبد الصمد. اوف، في ضيوف في الحاره، ما ينفع ننشر قصيده قدامه. طب فين ينشر القصيده؟ فين يروح؟ ما في الا هنا. لما يجي يسرقك الشيخ عبد الصمد يضربك ويعطيك الفلكه وقعد يبكي وابكى يقول ايه يا شيخ ايش فقير، اتزوج فقيره وخلف ولد عمي. ايش عنده الواد ده اسعد هنا؟